كانت وايلدر لاين مملكة المخلوقات الغامضة. كانت حياتهم مليئة بالمعجزات والفرح والحب والدعم لبعضهم البعض. فجأة سقطت الكرات النارية عن المملكة، مما تسبب في وفيات لا تعد ولا تحصى. بعد سنوات عديدة من وقوع الكارثة، تم جمع الأطفال الباقيين على قيد الحياة في وايلدر لاين في مكان يسمى سويت هوم. تمت رعايتهم هناك، نشأوا بصحة وسعادة. كان من بينهم صديقتان مقربتان تدعى ليدي باغ مارينيت والأميرة كات آيريس، اللتين وقفتا دائما بجانب بعضهما البعض. كلاهما كانتا موهوبتين بشكل طبيعي في السحر، ودائماً ما يتصدران الفصل في كل اختبار للقدرة. تم تسجيل جميع نتائج الأطفال وتقييمها بعناية بواسطة أليكس. واو، انظري إلى تلك الفراشة يا مارينيت، دعينا نرى من يستطيع اللحاق بها أولاً. انتظريني، ساعديني مارينيت. الفراشة لا تستطيع الطيران، تم حظرها بواسطة الدرع الواقي. قال أبي أليكس أن الحاجز هو لحمايتنا. آيريس، كيف يبدو كل شيء هناك؟ لا أعرف، سوف نستكشف معا عندما يتم تبنينا ونخرج. الجميع، حان وقت الوجبة. في الواقع ما زال أفضل البقاء في المنزل الجميل مع أبي أليكس. نشأ الأطفال معا وتم تبنيهم تدريجيا، وتركوا سويت هوم لعائلات جديدة. اليوم غادر شخص آخر المنزل الجميل. تهانينا على الرحلة الجديدة لاستكشاف العالم الخارجي، استمتعي بها. وداعا يا ثلاثة عيون، تذكري أن ترسلي لي رسائل. سأكتب رسائل للجميع، انتظروا رسائلي. عادت مارينيت وآيريس واكتشفتا أن الدبدوب الخاص بالفتاة ذات الثلاث عيون لا يزال في المنزل الجميل. أوه لا، وبدون الدب لن تتمكن الفتاة من النوم. دعيني أذهب وأعطيها لثلاث عيون، من المحتمل أنها لم تذهب بعد. ذهبت مارينيت بسرعة لتتفقد الأمر، لكنها شهدت مشهداً مرعب عندما رأت أليكس يؤذي الطفلة ذات الثلاث عيون. أوه لا، ثلاث عيون. استغرق الأمر الكثير من الجهد لإطعام هذا الشيء الغريب. أخيراً أستطيع أن أحصد القوة التي كنت أنتظرها لفترة طويلة. بسرعة خذوها بعيداً، استخرجوا كل قوتها من أجلي. لماذا أمسك أبي أليكس بثلاث عيون؟ استخراج أي قوة؟ هل الأب شخص سيء؟ حس أليكس بالملاحظة وقام بالبحث على الفور. اكتشف دبدوب ذات الثلاث عيون. من كان هنا؟ في حالة ذعر عادت مارينيت إلى سويت هوم. هل أعدت الدب إلى ثلاثة عيون؟ الوضع ليس آمناً هنا. أبي أليكس شخص سيء، رأيت الأب أليكس يؤذي ثلاث عيون. إذا لم نهرب آيريس سنكون التاليين. مستحيل، لابد أنك مخطئة. أبي أليكس جيد جدا، كيف يمكن أن يؤذي ثلاث عيون؟ عليك أن تصدقي، رأيت بأم عيني. قام أليكس بقتل ثلاث عيون ومنحها للأشرار. أنا لا أمزح. ما خطبكما؟ رأت مارينيت عودة أليكس وحاولت أخذ آيريس بعيدا، لكن آيريس قاومت. لم تتحدث الاثنتان مع بعضهما البعض لعدة أيام. لا يزال يبدو أن أليكس لطيف مع آيريس وأي شخص آخر، لكن مارينيت عرفت أن هذا مجرد وجه مهرج. أحتاج إلى العثور على دليل لإقناع آيريس. في تلك الليلة تبعت مارينيت أليكس إلى غرفته. بينما كان أليكس مشتتاً، اكتشفت مارينيت جرائمه. هذا هو الدبدوب لذات الثلاث عيون. هناك أيضاً متعلقات لأطفال آخرين. غادر سويت هوم. وبعدها عاد أليكس وطارت مارينيت بعيداً. لم أستطع الحصول على الأدلة. كيف يمكنني إقناع آيريس وهي تثق في أليكس كثيراً؟ في صباح اليوم التالي استيقظت آيريس وتلقت رسالة من مارينيت. أنا آسفة، إذا سمحتني فلنتقابل في الطابق العلوي. صداقتهما القوية جعلت آيريس تشعر بالتأثر وذهبت لمقابلة مارينيت. وفجأة فقدت آيريس وعيها واحتجزت في غرفة مغلقة. تلقيت أخباراً الليلة الماضية، مفادها أنه سيتم تبنيكما اليوم. حقاً؟ سأذهب للعثور على آيريس. أسرعي بسرعة، إنهم قادمون. أم يجب أن أجد آيريس معك؟ سيكون أسرع. فقط دعني أجدها. لا بأس، يرجى إعداد الأشياء بالنسبة لنا. هم.
ولكن في النهاية لم تتمكن مارينيت من العثور على أيريس. حان الوقت، يجب أن نذهب، سوف تلتقيان في الخارج لاحقا. في تلك اللحظة سيقظت أيريس وهي غاضبة لرؤية مارينيت تغادر مع أليكس. مارينيت، هل ستتركيني؟ أنت خائنة. وفي الوقت نفسه حاولت مارينيت الهروب من أليكس. يبدو أنك تعرفين كل شيء، لا تفكري حتى في الهروب. فقط هكذا تعتقد أنك يمكن أن تمنعني؟ أو لا، ما هذا؟ أنا أعرفك جيدا مارينيت، لقد ربيتك. استولى أليكس على مارينيت وأحضرها إلى أجهزته التي كانت تستخدم لاستنزاف قوتها. لماذا تربينا ثم تعذبنا؟ أنا بحاجة إلى قوتكم، كلما تطورتم أكثر أصبحتم أقوى، وفي النهاية كل قوتكم ستكون ملكا لي. لن أدعك تفعلها. إذا لم تتصرفي بشكل جيد لا أعرف ماذا سأفعل بأيريس. أعرف أنك تبقينها محمية. من أجل سلامة أيريس تخلت مارينيت عن محاولة الهروب وقبلت استنزاف قوتها لتصبح شخصا عاليا. من فضلك، من فضلك توقف، توقف عن ذلك. استيقظت مارينيت لتجد شخصا غريبا في مكان لم تره من قبل. من أنت؟ أين أنا؟ أنا الأمير، الأمير القط السابق أدريان، المتمركز حاليا في القاعدة العسكرية للناجين بعد الهجوم. اتبعيني هنا وسوف أساعدك. أي هجوم؟ كيف يمكنني أن أثق بك؟ لقد رباك أليكس، أليس كذلك؟ كيف علمت بذلك؟ أولئك الذين يعرفون أليكس قالوا إنه مجرد رجل عادي يتعرض للتنمر دائما، فهو يحتقر أصحاب السلطة. قتل الثعلب الصغير. لم أكن أنا، اهدأ، أنت ضعيف وعاجز. أمثالك لا يحتاجون إلى الوجود. هو الذي فجر المملكة، سيدمر كل من لديه سحر. أوه لا، أيريس، يجب أن أنقذ أيريس. قلت أيريس؟ لدي أخت ضائعة اسمها أيريس أيضاً. أيريس هي صديقتي، نشأت معها، تبلغ من العمر 16 عاماً هذا العام. صحيح، أختي الصغيرة لا تزال على قيد الحياة، يجب علينا هزيمة أليكس لإنقاذها. عادت مارينيت إلى القاعدة العسكرية مع أدريان وخططوا للتسلل إلى سويت هوم ليلاً لإنقاذ أيريس. دعونا نجد أليكس الآن، اذهب أنت من هذا الطريق وأنا سأذهب من هذا الطريق. اصطدمت مارينيت بأيريس بالخطأ. أتجرؤين على العودة إلى هنا؟ شممت رائحتك منذ اللحظة التي دخلت فيها سويت هوم، رائحة الخائنة. عليك أن تصدقيني، أليكس شرير وقال إنه سوف يؤذيك. توقفي عن ذلك، أنا لا أصدق الخائنة. أنا آسفة أيريس. وبشكل غير متوقع ظهر أليكس وهو يخيف مارينيت وأيريس ويجعلهما غير قادرين على المقاومة. أنت ضعيفة القلب جدا أيريس. أبي، ماذا تفعل؟ ربيتك من أجلي لا شيء، مع ذلك أنت ضعيفة جدا، هذا يخيب أمالي. أنت حقير أليكس. تكلمي أقل أيتها الفأرة الصغيرة. أحضرهم أليكس إلى المكان الذي سيستنزف فيه قوتهم. أليكس، أطلق سراح أيريس. مارينيت، معك حق، أنا آسفة لعدم تصديقك. لا تستسلمي أيريس، تحرري من ذلك القفص. لقد فات الأوان أيها الخاسرون. معتقداً أنه حصل على قوى سحرية ظهر أدريان فجأة ليمنع أليكس لكنه فشل في إيقافه. خاسر آخر، أنتم جميعاً لا تستطيعون إيقافي. رفض أدريان الاستسلام عازماً على منع أليكس من تحقيق أهدافه. مارينيت، هذا هو المفتاح، أمسكيه. هربت مارينيت لإنقاذ أيريس جنباً إلى جنب مع أدريان. قاتلوا أليكس. ساعدوني. سوف نوقف أليكس معاً. إذا كنت جيدة بما فيه الكفاية فقط تعالي إلى هنا. قام الثلاثة معا بمهاجمة أليكس بلا هوادة، مع ذلك بدأ من المستحيل هزيمة أليكس الذي استوعب القوة السحرية لسنوات.
نحن لسنا قادرين على القتال ضده، نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة أخرى. استنزاف قوته وتدمير الآلة، نتحد لإلهائه وإنهاء هذا. ما زلتم لا تريدون الاستسلام، سأخذكم جميعا إلى الأسفل، تعالوا إلى هنا. هذه المرة نجح أدريان في تشتيت انتباه أليكس. الآن آيريس. حسنا. قام أدريان على الفور بتفعيل الآلة لاستنزاف كل قوة أليكس. دمروا الحاوية. تم إطلاق كل السحر مرة أخرى إلى أصحابه الأصليين. انتهى الأمر، انتهى. لا أريد العيش في هذا المكان بعد الآن. يجب أن تعيش لتدرك أخطائك وتصححها. بمجرد أن تدرك أخطائك عش حياة جديدة، حياة أفضل. ثم وصل الأفراد العسكريون للمساعدة في القبض على أليكس وإنقاذ أولئك الذين ما زالوا في سويتهم. آيريس، أختي الصغيرة. أدريان، هذا هو أخوك الأكبر، لقد أخذك منه أليكس عندما كنت طفلة. أخي. الآن دعونا نخرج ونبني مملكة جديدة سعيدة للجميع. منذ ذلك الحين بدأت مملكة وايلدر لاين حياة جديدة في مكان أفضل. في أعماق اللاوعي البشري تقوم الملائكة دائماً بأعمال خيرية مما يجلب الإشراق للإنسانية، ولكن ماذا لو أصبح الملاك في يوم من الأيام خبيثاً وقاسياً؟ اشترك في قناة وو فيري تيلز لاكتشاف النتيجة. كانت إليسيا الأقل مهارة بين الكائنات السماوية. ليس هذا فحسب، بل رفضت أيضاً أن تتعلم وأظهرت باستمرار جواً من الغطرسة والعناد. كانت مهمة إليسيا اليومية هي إرشاد الأرواح الفاضلة إلى السماء، ومع ذلك وبسبب تصرفاتها المهملة كثيراً ما فقدت أرواحاً عندما أتت بهم إلى أبواب السماء. عظيمة الفائدة، إذا قمت بخطأ آخر فلا تلومينه. لم يكن بإمكان إليسيا إلا أن تتمتم بالإحباط قبل أن تبتعد. في أحد الأيام المشؤومة أسرت إليسيا روحاً، وبعد ذلك ظهر سيد الموت مارأس. ماذا تنوي أن تفعل؟ سأخذ هذه الروح إلى الجحيم. هذه الروح تنتمي إلي. بعد أن شهد إصرار إليسيا غير مارأس خطته. حسناً جداً، سأعهد إليك بهذه الروح وسأساعدك أيضاً في جمع المزيد. كل ما عليك فعله هو إسقاط شجرة الروح. المخلوق السماوي، إنها مجرد شجرة لن تؤثر بي. حسناً، أنا موافقة. وبعد التوصل إلى الاتفاق أعاد مارأس الروح إلى إليسيا التي نقلتها بكل سرور إلى السماء. بفضل مساعدة مارأس قامت إليسيا باستمرار بجمع العديد من النفوس متفوقة على زملائها الملائكة، وتركت الجميع في حالة ذهول. أصبحت إليسيا متغطرسة بشكل متزايد ونظرت بازدراء للجميع باستثناء صديقها المقرب لوسيوس. يمكنك التوقف عن متابعتي. أحسنت يا إليسيا، قريبا ستحصل على مكافأة كبيرة، زوج جديد من الأجنحة. شكرا لك سيدي، لكن العقد مع مارأس كان لابد من تنفيذه في تلك الليلة بالذات. سأنفذه بدقة لتجنب الكشف، إنها مجرد شجرة ولن تضر الجنة. في تلك الليلة اقتربت إليسيا خلسة من شجرة الروح وفككتها في غمضة عين. رفعت إليسيا الجذر وهي تضحك بسرور، وفجأة نزل قفص وحاصرها. أطلق سراحي. تجرؤين على تحدي قواعد السماء؟ أرجوك سامحني، تأثرت بشخص آخر. هذه هي شجرة الروح الحاسمة في السماء، وبسبب تهورك وتراخيك لم تكوني على علم بهذه التفاصيل. أغلقت أبواب السماء وتم نفي إليسيا رسميا. انتظري إليسيا، سأساعدك على استعادة موقعك. أنا لست بحاجة إلى مساعدتك.
تجولت إليسيا بلا هدف، والآن مجرد ملاك تائه. لقد أحضرت لك ما تريد. طردت من الجنة بسبب هذا الخطأ. هؤلاء الملائكة حقا لا يعرفون كيف يقدرون الموهبة. انضمي إلى فريقي، وهذا الجحيم يرحب بالجميع دائما دون تمييز أو ازدراء. لم يبقى لي أي مكان آخر، مورس فقط هو الذي يرغب في المساعدة. أنا موافقة. قام مورس على الفور بتحويل إليسيا إلى ملاك موت حقيقي. كل يوم تجمع إليسيا الأرواح وتنقلها إلى الجحيم. ذات مرة عندما رأت إليسيا روح امرأة عجوز فقيرة مختبئة، طاردتها عن كثب. اعترض لوسيوس الروح، مما أثار حفيظة إليسيا. سأخذ السيدة العجوز إلى الجنة لأنها فعلت الكثير من الأعمال الصالحة في حياتها. لقد ساعدتني كثيراً ذات مرة عندما كنت لا أزال ملاكاً، والآن تتشاجر معي على الروح؟ اعتقد لوسيوس أن إليسيا قد غيرت موقفها تجاهه حقاً، ولم يتوقع ما حدث بعد ذلك. إليسيا في نوبة الغضب سحبت الروح بعيداً. إليسيا، لا تدع القوى الخبيثة تفسد روحك. قلب الملاك سيبقى ملكك دائما. ومع امتلاء الأقفاص تدريجيا بالمزيد والمزيد من الأرواح المحاصرة، صرخ الجميع احتجاجا، رافضين قبول إرسالهم إلى الجحيم. إليسيا، عاجلا أم آجلا ستصبح ملاك الموت الحقيقي. الضعفاء في السماء ستفتح عيونهم. واصلت إليسيا بحثها النشط عن الأرواح، وفي خضم إصرارها اصطدمت بها روح صبي صغير. أتعرف من أكون؟ أنا ملاك الموت. اليوم هو يوم سعدي. أرجوك ساعديني، وجدت نفسي روحاً عندما استيقظت. أريد فقط أن أودع والداي للمرة الأخيرة. أرجوك ساعديني. تم نقل إليسيا ورافقت الصبي إلى المنزل. كان منزلهم في حالة سيئة، وانبعثت صرخات من الداخل عندما اقتربوا من الباب. وبكت والدة الصبي وهي تحاول مسح دموعها، بينما كان والده في حالة من اليأس. أين ابننا؟ لماذا لم يعد إلى المنزل؟ والآن أصبحوا عاجزين تماما، متمسكين بالأمل في حدوث معجزة. وكان الصبي قد غامر بالذهاب إلى الشاطئ لجمع الأسماك الصغيرة للبيع بهدف مساعدة والديه، ولسوء حظه جرفته موجة عنيفة بعيدا. يا ملاك الموت، أرجوك أن تكشفي لهم مكان جسدي. لا، لقد فات الأوان. عند رؤية عيون الصبي المليئة بالدموع رضخت إليسيا. اصطحبت إليسيا والدي الصبي إلى الشاطئ حيث يرقد جسده الهامد. ابني، استيقظ يا بني. يا ملاك الموت، من فضلك لا تأخذي طفلنا الوحيد. أنا على استعداد لتبادل روحي لإنقاذ ابني. تأثرت إليسيا بالرابطة المقدسة والتضحية الذاتية لوالدي الصبي.
لم تعد تهتم بواجبها كملاك الموت. ألقت التعويذة ببساطة وأعادت روح الصبي إلى جسده. استيقظ الصبي، فرحت عائلته بسعادة غامرة. شكروا إليسيا وأعادوا الصبي إلى المنزل. شاهدت إليسيا بشعور من الارتياح وشعرت بالسعادة لأول مرة عند تلقي مثل هذا الثناء. هل تجرؤين على تحدي مبادئ ملاك الموت؟ فتح موروس باب الأبعاد لسحب إليسيا إلى الجحيم. لقد خنت السماء والآن تخونين الجحيم. سأستنزف قوة حياة الملائكة وألقي بك في طبقات الجحيم 18 دون أي فرصة للهروب. بينما كان موروس يستعد لإغلاق الباب البعدي، قفز لوسيوس بشكل غير متوقع إلى الأمام لمواجهته. لوسيوس، أنا سوف أحميك دائما. في الماضي كنت أشعر بالخجل من ضعفي وعدم استحقاقي لك، حاولت دائما إبعادك، لكنني أعتذر حقا. احتضن لوسيوس إليسيا وقبلت أخيرا حبه. استغل موروس تشتيت انتباههم وشن هجوما مضادا، واندفعت إليسيا للدفاع عنهم، لكن موروس تغلب عليهم بسرعة. شهد لوسيوس ذلك وخاطر بكل شيء لإشراك موروس. عندما رأت إليسيا محنة الأرواح المحاصرة، أطلقت سراحهم جميعا على الفور من أقفاصهم. لا! ضغط الأرواح على موروس وأطلقت استياءهم المكبوت. ساعدت إليسيا لوسيوس على عجل وهربت عبر باب الأبعاد. عادت إليسيا ولوسيوس إلى السماء وواجها رئيس الملائكة. أنا نادمة بشدة على تصرفاتي الحمقى، أرجوك أن تسامحني. لقد تم محو ذنوبك من خلال مساعدة روح الصبي على العودة إلى جسده. كان عملاً نبيلاً ينبغي على الملائكة القيام به. أعاد رئيس الملائكة أجنحة إليسيا وأعادها إلى موقعها، وتعيش بسعادة مع لوسيوس إلى الأبد. كل واحد منا يحمل أرواحاً عاطفية ملونة في أذهاننا، ومن أبرزها الفرح والحزن والغضب والاشمئزاز. إنهم يتناوبون في التحكم في جميع أنشطة الدماغ، مما يساعدنا على التعبير عن مشاعرنا خارجياً. اشترك في ووفيري تيل لمتابعة قصص هذه الأرواح. كانت أودري أميرة مميزة، لم تكن تعرف كيف تظهر الحزن. ذلك لأن روح الحزن اختفت من عقل أودري بعد أكبر حدث في حياتها. توفيت والدة أودري بسبب مرض خطير عندما كانت أودري في 16 من عمرها. لا تحزني بعد الآن، كوني قوية وحاولي دائما أن تظهري متفائلة لحماية أليس عزيزتي. قررت أودري أن تتغير تماما وألا تصبح ضعيفة مرة أخرى أبدا. بعد هذا الحدث الرهيب ورحيل الحزن المفاجئ، الفرح سيطرت الروح السعيدة على عقل أودري، سيطرت على كل شيء ودفنت كل الذكريات المؤلمة. لم يكن لدى الأرواح العاطفية الأخرى مثل الغضب والاشمئزاز فرصة كبيرة للتأثير على أودري، فلم تعد الأميرة سوى قشرة من السعادة المفرطة والتفاؤل. اعتقد الجميع أنها كانت غريبة. مع مرور السنين ظلت أودري مبتهجة، كانت تحب أختها الصغيرة كثيراً. لكن لماذا تبتسمين دائماً حتى عندما يحدث شيء سيء؟ هل أنت مجنونة؟ حتى عندما سقطت أليس أو مرضت، وقفت أودري هناك وابتسمت. مع مرور الوقت وجدت أودري صعوبة متزايدة في السيطرة على عواطفها، تحول كل شيء نحو الأسوأ، وفي أحد الأيام لم تعد قادرة حتى على إجبارها على الابتسام. أصيبت بمرض خطير ودخلت في نوم عميق. بدأت الأرواح العاطفية في ذهنها بالذعر، لم يتمكنوا من السيطرة عليها بعد الآن. أليس قلقة على أختها ذهبت إلى ساحر الشفاء. فقدت أودري القدرة على التحكم في عواطفها، كان عليها دائما أن تتظاهر بالسعادة، لذا تم قمع المشاعر الأخرى.
كما اختفت روح حزن أودري. إذا لم يتم علاجها بسرعة فسوف تفقد أودري وعيها وتعيش في حالة غيبوبة. أرجوك ساعد أختي من فضلك. ثم منح الساحر أليس حق الوصول المؤقت إلى عقل أودري. كانت الفتاة بحاجة إلى العثور على الحزن وإنقاذ أختها قبل فوات الأوان. هل هذا هو العالم الموجود داخل عقل أودري؟ إنه أمر مرعب. كل هذا خطأك جوي؟ بالضبط، كانت تتحكم في مالكنا بشكل مفرط. اهدئي، الحزن سبب هذا، إنها من أرادت إيذاء مالكتنا. أليس، ما الذي تفعلينه هنا؟ ارحلي، هذا أمر خطير. هذه الطفلة دائما تسبب المتاعب. طلبت أليس تعاون الجميع للعثور على الحزن. هذا فقط يمكن أن يساعد أودري. علينا أن نعثر على المكان الذي دفنت فيه جوي كل ذكريات الحزينة. هذا لا معنى له، ربما تم تدمير تلك الذكريات. هيا بنا، الوقت ينفذ، علينا أن نجرب كل شيء. مع عدم وجود خيار آخر، كان على جوي أن تقود الجميع إلى هناك. لقد دفنتهم هنا، ومع ذلك دفنتهم جوي عميقا جدا، وعلى مر السنين تجمدت تلك الذكريات الحزينة. مجمد الآن، حسنا، لا يمكن فتحها بعد الآن. لدي وسيلة. مهلا. غضب؟ في الواقع أنا لا أحب أودري على الإطلاق، إذا ظلت مريضة سأصبح الملكة. ماذا قلت؟ انتشرت النيران على الجليد وأذابتهم، وفجأة عادت الذكريات الحزينة إلى الظهور، ودخلتا في ذكريات كل اللحظات الثمينة والخاصة، حتى الأوقات التي تشاجرت فيها الأختان وانتقدتا بعضهما البعض، حتى اللحظات التي كانت فيها أمي مريضة بشدة. بكت أودري من قلبها بجانب سرير والدتها. أتذكر الآن، لقد اعتدنا أن يكون لدينا الكثير من المشاعر هذه، أليس كذلك؟ لكن أودري أخفتهم جميعا ولم ترغب في أن تظهر ضعيفة. نعم، هذه الذكريات كلها ثمينة، ولكن الحزن مسهم وألبسهم زرقة اليأس. لم أتمكن من قبول ذلك، لذلك كان لدي معركة رهيبة مع الحزن، ولهذا السبب رحلت. أنت حقا فوق القمة. أدى الانفجار المفاجئ للذكريات الحزينة إلى دفع الجميع إلى الركض خلفهم. انظروا، إنهم يتجهون نحو قلعة اليأس. حزن، لابد أنها مختبئة هناك. لكن بدأت تظهر مخلوقات غريبة تشبه البعوض وتهاجم الجميع. أوه، أنا أكره هذا البعوض القلق. استسلموا، لا أحد يستطيع أن ينقذ المالكة. شخص ما يكذب، أحد الأرواح تكذب. وتدفق المزيد والمزيد من البعوض. حسناً، جميعاً دعوني أتعامل مع هذا. أخافت البعوضة واحدة تلو الأخرى، مما جعلها تطير بعيداً في خوف. بحثوا في كل مكان لكنهم لم يجدوا حزن. لا تهتموا بالبحث، لقد قمت بإبعاد حزن. ما الجيد في شخص مثلها؟ كلما سيطر الحزن على أودري بدت مالكتنا وكانها تفقد كل حيويتها ولا تستطيع سوى البكاء. لقد خلقت الأمل بنشاط، لكن حزن تسحقه بالخيبة. بعد وفاة والدة أودري، قالت والدتها أن أودري بحاجة إلى أن تكون أقوى. جوي اختطفت حزن لتحقيق رغبة والدتها، ومع ذلك خلقت حزن عواصف من السحب بسبب سجنها لفترة طويلة. كانت هذه خطة جوي لإبقاء الجميع على الأرض وإيجاد طريقة للقضاء على الحزن إلى الأبد. الأمور لا تسير على ما يرام. تعالي إلى هنا بسرعة. أليس، أنقذي حزن. تشبثت أليس بسرب البعوض الذي حملها إلى حيث جوي وحزن. انتهى الأمر حزن. حسناً، افعلي ما تريدين. لا،
ابتعدي بسرعة. جوي، أليست هذه الطريقة الخاطئة لإنقاذ أودري؟ لكن جوي كانت عنيدة ولم تستمع. شعرت أليس بالعجز ولم تستطع فعل أي شيء سوى البكاء كالطفلة. حتى الآن كانت دائما محمية من قبل أختها. ضحت أختها كثيرا من أجل أليس، لكن حتى في اللحظات الأخيرة لم تستطع حمايتها. أوه أليس، كلاهما شاركتا حزنهما وساعدتا بعضهما البعض في تخفيف الألم، وبفضل ذلك استعادت أليس تدريجيا رباط جأشها. أعربت أليس عن خالص امتنانها، وهو شكر أرادت نقله إلى أودري. أدركت جوي خطأها وشعرت بالحزن. حزن وحدها هي التي تستطيع أن تفهم وتتعاطف مع حزن أودري وأليس. كل عاطفة بما في ذلك حزن لها قيمتها الخاصة. لكي تنضج كان على أودري أن تتعلم مواجهة مشاعرها الخاصة. أفهم الآن، أنا آسفة حقا يا حزن. تم حل الصراعات غير الضرورية. الآن تضافرت جميع الأرواح العاطفية لطرد الغيوم السوداء. فهموا أنهم بحاجة إلى تنسيق عواطفهم وقبول الحزن كجزء أساسي من الحياة. نجحت أليس في مساعدة أختها في التغلب على الأزمة العاطفية. شكراً لك أليس. لا بأس يا أختي، أنا هنا الآن، من الآن فصاعداً. اسمحي لي أن أعتني بك. منذ ذلك الحين شاركت الشقيقتان دائماً كل شيء، وبقيتا بجانب بعضهما البعض لبقية حياتهما. هل تحب شخصاً ما لكن لا تعرف كيف تجعله يشعر تجاهك؟ إيمي، جنية الحب هي إجابتك، وسوف يتم الرد على حبك بالتأكيد. تريدون الحصول على الحبيب؟ فقط اشتركوا بوفيري تيلز حتى نصل إلى 1,000,000 مشترك معاً، ثم سيأتي لكم الحب فوراً. تم تزيين جبل سايروس مقر إقامة الجنيات بشكل جميل في عيد الحب الخاص بجنيات الحب. تهانينا بيوم جنيات الحب العزيزة إيمي. يا إلهي، ذلك رائع، شكرا جزيلا لكم جميعا، تحياتي. تهانينا على مطابقة زوجين جديدين يا عزيزتي، يجب أن يكونوا سعداء حقا وممتنين لك الآن. إنها وظيفتي، كنت أفعل هذا لفترة طويلة وما زلت لا أفهم لماذا يحتاج الجميع إلى حب كهذا. على وجه الخصوص كونها جنية الحب، لكنها لا تعرف ما هو الحب، لأن سهام حبها لا تعمل إلا على البشر، لذلك لم تستطع تجربتها على نفسها. إذا كان الحب يسبب الألم فأنا لا أحتاجه، أنا أحب نفسي وأنا سعيدة بما لدي. استمتعت إيمي بمشروباتها الاحتفالية كثيراً، وطارت خلال الليل البارد والرياح في حالة سعادة. فجأة طار الشياطين هناك وهجموها، اتضح أنها دخلت منطقة الشيطان دون قصد. قاومت إيمي بشراسة واستطاعت الهروب من الشياطين، لكنها أصيبت بجروح خطيرة. كانت مرهقة عندما هبطت في الغابة المجاورة ثم أغمي عليها. استيقظت في منزل غير مألوف ورأت صبياً يعالج جروحها، كانت توبياس. كانت إيمي محظوظة جداً لأن توبياس عثر عليها وأعادها إلى المنزل. أنت مستيقظة، أنت حقاً جنية، هذه معجزة. شكراً لك للاعتناء بي. لا تقلقي، فقط خذي قسطاً من الراحة. تعافت إيمي بسرعة تحت رعاية توبياس. بينما كان توبياس نائماً لم ترغب إيمي في إيقاظه، لذلك وضعت قبلة على جبهته بصمت كمباركة. من الآن فصاعداً سأحميك توبياس. مر الوقت وواصلت إيمي مراقبة توبياس، وأصبح رجلاً ناضجاً ودوداً ومحباً مع الجميع وخاصة الفتيات. ومع ذلك لا يبدو أن توبياس مهتم بأي شخص. بعد مراقبته لفترة من الوقت استطاعت إيمي أن ترى أنه لم يعد لديه مشاعر تجاه أي شخص. لماذا لم تكن لديك مشاعر تجاه أحد يا توبياس؟ طالما أنك تحب أي شخص وباعتبار جنية الحب سأجعلها تقع في حبك. وبعد أيام قليلة التقى توبياس أخيراً بفتاة جعلت قلبه يدق.
لقد كانت ديفين الفتاة الجميلة التي أثارت اهتمامه. عادة ما يخرجون ويقضون وقتهم الثمين معا. هل يمكن أن نلتقي في الغابة حيث التقينا للمرة الأولى؟ غدا لدي شيء لأخبرك به. أنت تثير فضولي لكن لا أثق بك، فلنتقابل هناك غدا. شكرا لك. مباشرة بعد توديع ديفن اشترى توبيس باقة الزهور الطبيعية وأفخم هدية في القرية. أمل أن تحب ديفن هذه الهدية وتقبل اقتراحي يا ديفني الجميلة. بعيدا فوق السحاب كانت جنية الحب أيمي تراقب وتشهد على كل شيء. أخيرا حان اليوم. باسم جنية الحب سأساعدك على الفوز بقلب تلك السيدة الجميلة. في اليوم التالي شاهدت أيمي من مسافة توبيس وديفن في الغابة وكانا ينظران إلى بعضهما البعض بمحبة. ديفن، ديفن، صوتك الغنائي وجمالك يصبح صوت الملائكة وأنا أحبهما حقا. هل تكونين حبيبتي؟ ألقت أيمي تعويذة على سهم حبها وأطلقت سهماً باتجاه ديفن. الغريب أنه بعد إصابتها بالسهم لم تظهر على ديفن أي علامات من الوقوع في حب توبيس. توبيس، أنا أقدر حبك ولكن فقط انتظر إجابتي. ثم توجهت ديفن إلى الغابة تاركة توبيس غارقاً في أفكاره وشعوره بالإحباط. لماذا لم يعمل سهم الحب؟ هل أخطأت في سحري؟ يجب أن أتبعها لأرى ما يحدث. تبعت أيمي ديفن بهدوء إلى الغابة المظلمة. لماذا تذهب ديفن إلى مثل هذه الغابة المخيفة؟ فجأة نظرت ديفن مباشرة إلى أيمي كما لو تم اكتشافها. قبل أن تتمكن أيمي من الرد أطلقت قوة مجهولة تجاه جناحيها وأغمي عليها. استيقظت أيمي في الغرفة المألوفة من قبل ولم تعرف سبب وجودها هناك. ماذا حدث؟ هذا مؤلم. لقد تبعت ديفن إلى الغابة، فلماذا أنا هنا؟ كانت أيمي غارقة في أفكارها ولم تكن تعلم أن توبيس داخل الغرفة. طرقت الباب لكن يبدو أنك لم تسمعي ذلك. لابد أنك كنت خائفة. تم علاج إصابتك في الوقت المناسب، ستكونين بخير. هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها أيمي توبيس بهذا القرب منذ أن أصبح رجلاً وسيماً وطيباً. إن رعاية توبيس واهتمامه جعلا جنية الحب تشعر بعدم الارتياح. شكراً، شكراً لك على الاعتناء بي. كيف وجدتني؟ أنت لا تتذكر أي شيء؟ الليلة الماضية سمعت صراخاً في الغابة فركضت إلى هناك ووجدتك عند النهر. كانت أيمي منزعجة حقاً لأنها لم تكن قادرة على معرفة سبب إغمائها عند النهر. يجب أن تستريحي هنا وتتعافي تماماً. وافقت أيمي لأنها شعرت أيضاً أنها بحاجة إلى مزيد من الراحة وأرادت رد الجميل لتوبيس. خلال الأيام التي قضتها مع توبيس تلقت رعاية جيدة وتعافت تدريجياً. أحضر توبيس مجموعة جديدة من القوس للتدرب على المنافسة القادمة في المعرض على أمل إثارة إعجاب ديفن عند عودتها. ومع ذلك لم يكن يعرف كيفية إطلاق القوس ويكافح لفترة طويلة لإصابة الهدف. رأت أيمي أن توبيس يعاني وقررت أن تقدم له بعض التوجيهات. ومع ذلك كرجل شعر بالحرج أثناء تلقي التعليمات من فتاة فتجاهل نصيحتها واستمر في تفويت أهدافه. شعرت بالغضب عندما تجاهل توبيس المساعدة من جنية ماهرة مثلها. قررت أيمي أداء مهاراتها الخاصة. أنا آسف بعد ظهري هذا اليوم، من فضلك استمري في إرشادي. تأثرت أيمي بصدقه ووافقت أيمي على مساعدته. إنهم يتدربون معا بجد حيث استعادت أيمي قوتها وحقق توبيس أخيرا أهدافه واحتضن أيمي للاحتفال. لقد نجح توبيس، يجب أن أعود بعد المنافسة. ومع ذلك وجدت أيمي انزعاجا غريبا في قلبها. ما هذا الشعور؟ قلبي يدق بسرعة. هل أنا أحب توبيس؟ وصل يوم المنافسة أخيرا. ذهبت أيمي وتوبيس معا إلى المعرض وقاموا بالتسجيل. عندما نظرت إلى لوحة الإعلانات رأت إشعارا حول حالات اختفاء غامضة للشباب. أخبرت توبيس بقلق فقام بطمأنتها على الفور. بدأت المنافسة مع العديد من المتنافسين المهرة والوسيمين، لكن مع أيمي كان توبيس الرجل الأكثر وسامة.
كل الجهود أثمرت عندما هزم توبيس جميع المتنافسين بسهولة وهنأه الجميع خلال حفل تسليم الجوائز. من بين الحشد الشخص الذي لم يتوقعه أحد، دفع ديفن إلى هناك لاحتضان توبيس وتقديم التهاني له. عندما رأت إيمي أن كل شيء على ما يرام غادرت بصمت، عادت إلى شكلها الأصلي وعادت إلى عالمها. إيمي، هذه الجائزة أريد أن أشاركك بها. ديفن غاضبة حقا بعد المنافسة، عادت مع توبيس لكنه لم يعيرها الكثير من الاهتمام. تبدو متعبا، منزلي قريب من هنا، دعنا نذهب إلى هناك ونأخذ قسطا من الراحة. وافق توبيس على دعوة ديفن لأنه شعر بالاكتئاب والإرهاق. عند عودتها إلى سايروس افتقدت إيمي توبيس، لكنها اعتقدت أنه كان سعيداً بجانب ديفن وانكسر قلبها. عند رؤية إيمي تعود في مزاج سيء، سألت الجنيات الأخرى عنها، أخبرتهم إيمي بالقصة بأكملها وشعورها الغريب. لم تتمكن الجنيات من حبس ابتساماتهم أثناء سماعها. يا جنية الحب، هذا هو الحب يا فتاة، لقد أحببت ذلك الرجل. اتضح أن هذا هو الحب؟ الآن فهم. ماذا تنتظرين؟ اذهبي لرؤيته. أنت على حق، يجب أن أذهب لرؤيته، لكن إذا كان توبيس سعيداً الآن مع ديفن فسوف أحمي حبهما بصمت. ذهبت إلى منزله لكنها لم تتمكن من رؤيته. أين يمكن أن يكون توبيس؟ لا أستطيع رؤية ديفن أيضاً. ديفن؟ هذا صحيح، لقد أصبت بعد أن تبعت ديفن إلى الغابة. يجب أن أحاول العثور عليها. كانت الغابة التي عاشت فيها ديفن مظلمة ومخيفة. شعرت إيمي بإحساس غريب لكنها لم تستطع التذكر. ظهر المنزل الغامض تدريجياً أمام عينيها. اقتربت بسرعة وحذر ونظرت من خلال النافذة لكنها لم ترى أحداً. وفجأة سمعت أصواتاً فاختبأت بسرعة بجانب المنزل. بالنظر إلى توبيس وديفن في المنزل تسارع قلب إيمي نحو توبيس. إنه المكان الذي تعيش فيه ديفن، إنهم سعداء حقاً. فجأة استخدمت ديفن سحرها مما أدى إلى إغماء توبيس. عندما رأت إيمي ذلك أطلقت سهماً باتجاه ديفن لكنها تفادته بسرعة. عادت ديفن إلى شكلها الساحرة. اندهشت إيمي لدرجة أن كل ذكرياتها عادت. كانت ديفن ساحرة، استخدمت صوتها لجذب الشباب وامتصاص قوة حياتها للحفاظ على قوتها. إنها ليست بشرية، ولهذا السبب لم ينجح سهم حب إيمي معها. في ذلك الوقت شعرت ديفن بالسهم واختلقت سبباً للمغادرة. ثم هاجمتها إيمي وأصيبت بجروح خطيرة. قاومت بشراسة، تمكنت من الهرب لكنها حوصرت في النهاية عند شلال حيث هاجمت ديفن وسقطت إيمي. قاتلت إيمي بضراوة ضد الساحرة ديفني. فقدت ديفن قوتها تدريجياً مع استمرار القتال، وكانت بحاجة إلى المزيد من قوة الحياة، لذلك استهدفت توبيس. بعد أن أدركت إيمي نوايا الساحرة سارعت بسرعة لحماية توبيس. توبيس! عند سماع اسمه استعاد توبيس وعيه ورأى الأشكال الحقيقية لديفن وإيمي، كما رأى أجنحة إيمي البيضاء المصابة والتي ذكرته بذكرياتهما المشتركة ومشاعرهما القوية. كان لديه أيضا مشاعر تجاهها. أخذ توبيس قوس إيمي ووقف. عندما رأت إيمي شجاعة توبيس نقلت إليه القليل من قوتها لهزيمة الساحرة. عندما تم إضعاف الساحرة هزمت بسهم مليء بحبهم العميق وقوة الجنيات. إيمي، إيمي، هل أنت بخير؟ لقد فزنا، أشكرك على إنقاذي. كوني معي، أنا بحاجة إليك، أحبك. أنا بخير توبيس، شكراً لك على الوقت الذي قضيته معي، أحبك. إذن فهمت جنية الحب أخيراً ما هو الحب. أصبح توبيس نصف جني بقوة إيمي، ويعيش الاثنان معاً في سعادة إلى الأبد. في يوم من الأيام في مملكة آن ماك البعيدة، كانت هناك قبيلة مؤذية من أرواح الثعلب تعيش بعيداً عن العالم. كانت أرواح الثعلب التي اشتهرت بذكائها وخفة حركتها تمتلك ذيلاً قادراً على خلق نار مفيدة للغاية. ومع ذلك على عكس مظهرها الشرس كانت قبيلة روح الثعلب لطيفة طيبة جداً. أثناء الليل استخدموا ذيولهم لإشعال نيران دافئة
تضيء وتوفر الدفء للمملكة بأكملها. عشيرة روح الثعلب كانت تعيش دائماً في الخفاء في أعماق الغابة، ومع ذلك بدأت الشائعات الأخيرة تنتشر بأن أرواح الثعلب كانت تهاجم البشر. وفي الوقت نفسه كان الإنسان أيضاً في حالة من الذعر والخوف، لأن الكثير منهم فقدوا في ظروف غامضة أو قتلوا دون أسباب واضحة. وهكذا بدأ الإنسان يشك في أن قبيلة روح الثعلب الغامضة التي تعيش في أعماق الغابة هي التي قتلتهم. الأرواح الثعلبية هي المذنبة، لقد طاردتنا نار روح الثعلب. كان القرويون مرعوبين ومصممين على الإطاحة بقبيلة الثعلب. إلى جانب ذلك أصبحت قبيلة أرواح الثعلب أكثر غموضاً مع ظهور صوفيا أميرة الثعلب. كانت جميلة جداً ولها 9 ذيول تميزها عن قبيلتها التي كانت لها ذيل واحد فقط. أثار هذا المشهد الفريد العديد من المناقشات بين الثعالب. أميرتنا لديها ذيل فريد حقاً. ما فائدة وجود 9 ذيول إذا لم تتمكن من إشعال النار؟ إنها غير مجدية. هذه هي الحقيقة، صوفيا ولدت في ليلة قمر أحمر غامضة مع 9 ذيول جميلة، لكنها لم تمتلك أي قدرات سحرية خاصة ولا حتى القدرة على إشعال النار. أثار هذا قلق الملك والملكة، حيث كانا يخشيان على مستقبل صوفيا دون أي قدرات غير عادية. تحت حماية الملك والملكة نشأت صوفيا بسعادة. في ذلك العام عندما بلغت 18 عاماً قصر الكبير لقبيلة روح الثعلب، كان الجميع يحتفلون بعيد ميلادها بالفرح والرقص عندما وصلت فجأة مجموعة من الناس لمهاجمتها. فوجئت قبيلة روح الثعلب وكان كل شيء يشبه الفوضى، وهرب الجميع في حالة من الذعر. في تلك اللحظة الأكثر خطورة كان على الملك والملكة أن يأخذا الأميرة إلى نفق سري خلف القصر، لكنهم لم يتمكنوا من إيصال صوفيا إلى بر الأمان إلا قبل أن يتمكنوا من الهروب. لا أبي، أمي، لا! فقدت صوفيا المسكينة والديها وقبيلة الثعالب بأكملها في ليلة واحدة. ركضت طوال الليل تبكي قبل أن تصاب بالإرهاق والإغماء. وفي حلمها ظهر الملك والملكة أمامها مباشرة. يا أميرتي الصغيرة، أنا آسفة جدا. اهربي بعيدا واعثري على مكان آمن وعيشي بشكل جيد، سنكون دائما بجانبك. أبي، أمي. في تلك اللحظة ترددت احتفالات بهيجة من جهة القصر، مما جعلت صوفيا تتألم. لم تستطع أن تفهم سبب كراهية البشر لقبيلة روح الثعلب الخاصة بها. للعثور على الحقيقة قررت العودة إلى قصر قبيلة روح الثعلب. اندهشت صوفيا عندما رأت الإنسان يحتفل أمام قصر قبيلتها الساحر. لقد عاد السلام، هزمت روح الثعلب، فلا داعي للخوف أو القلق بعد الآن. اتضح أن الناس في القرية كانوا يعانون من حالات وفاة غامضة لفترة طويلة. كانوا يعتقدون أن قبيلة الثعالب تستخدم ذيولها المشتعلة لإيذاء البشر. في هذه المرحلة بدأت صوفيا تفهم سبب رغبة البشر في إبادة قبيلة الثعالب بأكملها. هذا ليس صحيحاً، روح الثعلب الخاصة بنا لا يمكنها أبداً إيذاء الإنسان. أردنا دائماً أن نعيش في سلام، لا بد أن يكون هناك سوء الفهم. ثم تسللت على الفور إلى القرية لإجراء مزيد من التحقيق، وفجأة ظهر ثعلب مشبوه يتسلل من داخل القرية. يبدو أن لا أحد لاحظ ذلك، لكن صوفيا كانت الوحيدة التي رأته. هذا الرجل هو روح الثعلب؟ لماذا لم أره من قبل؟ قررت صوفيا المليئة بالشك أن تتبعه إلى غابة مهجورة. فجأة
اقتربت امرأة عجوز تجمع الحطب. دفعت ثعلب على الفور إلى هناك، مما جعل المرأة العجوز تصرخ في رعب ويغمى عليها. أصيبت صوفيا بالذعر حقاً لأنها لم تكن تمتلك قوة سحرية، لذا لم تتمكن من مهاجمته. وإنقاذ المرأة العجوز، قررت صوفيا أن تقوم بخطوة جريئة بخلع عباءتها وإلقائها على روح الثعلب الشريرة. ولحسن الحظ فإن العباءة ملفوفة حول رأس الثعلب، مما أدى إلى تعثره وسقوطه على منحدر قريب. في تلك اللحظة جاء القرويون أخيراً عندما سمعوا صراخ المرأة العجوز. رأوا صوفيا، الروح الثعلبية ذات الذيول التسعة، تقف بجانب المرأة الفاقدة للوعي. وعلى الفور أخطأوا في فهم أنها كانت المعتدية، ثم طاردوها وهجموا. هربت صوفيا إلى الهاوية، ثم وصل القرويون أيضاً إلى هناك وأحاطوا بها. أنا لا أؤذي الإنسان، لقد أسأتم فهمي جميعاً. ولم يصدق القرويون ذلك، فهجموها على الفور. فجأة ظهر ضوء وأخرجها بعيد. كان من الممكن أن تهرب صوفيا بسهولة، لكن ذلك أكد في أذهان القرويين أنها كانت ثعلباً شريراً ذو ذيول تسعة، والذي يؤذي الإنسان دائماً. استيقظت في الغابة ورأت روح والديها. يا أميرتي الصغيرة، أنا ووالدك دائماً سنكون معك، نحميك كل يوم، كوني قوية عزيزتي. عندما رأت صوفيا أرواح والديها تتلاشى، امتلأت بالحزن. يبدو أن والديها قد استخدما الكثير من طاقتهما لحمايتها، لذلك فقدوا الطاقة الأخيرة للبقاء على قيد الحياة. بالنظر إلى والديها وقد ضحوا بأنفسهم من أجلها، كان قلب صوفيا مكسور، وهذا قام بتقوية عزيمتها. لا بد لي من استعادة شرف قبيلة روح الثعلب. ومرة أخرى قررت العودة إلى القرية، لكنها كانت مستعدة بشكل أفضل. مارست الفنون القتالية بجد ليلاً ونهاراً، وكانت دائماً في حالة استعداداً للقتال ضد روح الثعلب الشريرة. للتحضير لأسوأ الحالات، كانت تجلب معها السيف دائماً. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتها، فإن ذيولها التسعة لا تزال غير قادرة على إشعال النار. انكشف المشهد المروع أمام عيني صوفيا، وأشعل غضباً مشتعلاً بداخلها، وأطلق العنان لموجة من القوة. لماذا لا أستطيع إنتاج النار بغض النظر عن مدى صعوبة التدريب؟ هل أنا عديمة الفائدة حقاً؟ ثم في تلك الليلة المظلمة الغامضة، أرسل عواء الذئاب قشعريرة أسفل عمودها الفقري، وشعرت بشيء خاطئ. هرعت صوفيا بسرعة إلى القرية، واكتشفت آثار أقدام كبيرة مشبوهة. الأمر خطير للغاية، يجب أن أتصرف على الفور. وبعد آثار الأقدام، وصلت إلى معبد مهجور على حافة القرية. اندهشت للغاية عندما رأت جميع القرويين الذين تعرضوا للهجوم وفقدوا المسجونين هناك. مرحبا، الأميرة الجميلة صوفيا. نظرت إليه صوفيا باستغراب وتعجب. أبي؟ نعم، بدا الوجه تماما مثل الملك المهيب لقبيلة روح الثعلب، وأيضا والدها الموقر، ولكن بسلوك مختلف تماما. لابد أنك مرعوبة ومليئة بالشك الآن. دعيني أقدم لك أولا، أنا ماريس، الأخ التوأم المتماثل لوالدك. أخو والدي؟ ولكن لماذا؟ لماذا أذيت هؤلاء الأبرياء؟ لم يفعلوا لك شيئاً. كل هذا بسبب والدك. حكى لها القصة من ذلك العام. اتضح أنه في قبيلة روح الثعلب كان هناك شقيقان أميران يحبان بعضهما البعض بشدة، ماريس وفيليكس. كان ينبغي أن يكون الأخ الأكبر ماريس هو من يرث العرش، ومع ذلك وبدون سبب واضح اختار والدهم فيليكس خلفاً له. كان ماريس غاضباً جداً ولم يتمكن من قبول الموت، فقتل جميع المخلوقات البريئة وأصبح شيطاناً مرعباً.
عندما رأى فيليكس أن أخيه الأكبر فقد طيبته، ابتكر خطة قوية لمنع المزيد من الضرر. ثم في ليلة القمر الأحمر الدموي، في نفس الليلة التي ولدت فيها صوفيا، تردد صدى عواء يصم الأذان تماماً مثل عواء الذئب عبر الغابة. هرع فيليكس إلى مصدر الصوت، ولكن بعد فوات الأوان هرب ماريس واختفى. ثم بعد سنوات في ذلك اليوم عاد للانتقام. اتخذ الملك قراراً مثالياً، لأنه رأى طبيعتك الشريرة وعقلك القاسي. وبينما كانت الأميرة على وشك الانتهاء من كلامها، استعاد ماريس لإنهائها، ولكن فجأة بدأ الحشد يتجمع في الخارج. العرض على وشك أن يبدأ. ها؟ ومثل الوميض قفز على السطح وغادر. ها؟ ها؟ وصل الناس ووجدوا صوفيا في مكان الحادث، وتضخم غضبهم واستياءهم. أخذوها بعيداً دون إعطائها فرصة للتفسير. صرخت صوفيا في يأس، غير قادرة على تقديم أي توضيح، لأن ماريس جاء أيضاً من نسبها. أشعل القرويون المشاعل الواحدة تلو الآخر وألقوها تجاهها. سيتعين على قبيلة روح الثعلب الخاصة بك أن تدفع ثمن ما تسببت فيه. كل شيء ليس كما رأيت. قبيلة روح الثعلب لدينا بريئة، وسرعان ما اشتعلت وابتلعت صرخات الظلم المؤلمة التي أطلقتها صوفيا. في حالة من اليأس ظهرت أرواح الملك والملكة مرة أخرى بجانب صوفيا، مستخدمة آخر قوتها المتبقية لإنشاء دائرة واقية من الضوء تحميها من النار المشتعلة. راقب ماريس من بعيد مقتنعاً بأنه انتقم أخيراً من فيليكس وقبيلة روح الثعلب التي كان يمقتها كثيراً. أظلمت السماء فجأة وتحول القمر إلى اللون الأحمر الدموي. ارتفعت شهوة ماريس للدماء بشكل أقوى. مع عواء مهووس انطلق في حالة هياج وهاجم كل من حوله، مما أدى إلى القلب. كشف المشهد المروع أمام عيني صوفيا وأشعر غضباً مشتعلاً داخلها. أطلق العنان لموجة من القوة لم تشهدها من قبل. ها؟ انطفأت النيران وظهرت صوفيا بمظهر مذهل وهائل. كانت جميلة بشكل مذهل مع 9 ذيول نارية، وبقوة ذيولها 9 سرعان ما هزمت ماريس لمفاجأة القرويين. انتهت المعركة وعوقب الشر وكشفت الحقيقة واستعادت شرف قبيلة روح الثعلب. وكان للإنسان نظرة مختلفة إلى روح الثعلب. أخذت صوفيا العرش لقيادة المملكة، سمحت للبشر وألواح الثعلب بالتعايش بسلام، وكان والداها فخورين بها. ثم تلاشت أرواحهما إلى الأبد. إلفابا الساحرة الغريبة كانت تعرف دائماً بالساحرة الشريرة. لقد هزمت من قبل دوروثي في رحلتها المغامرة، لكن إلفابا لم تكن شريرة كما تظن. في الحقيقة لقد أسيء فهمها. اشتركوا في ووفيري تيل لمتابعة القصة. منذ ولادتها عاشت إلفابا طفولة مؤسفة. كانت والدتها التي تريد طفلاً سليماً قد خدعها بائع مشبوه لشراء إكسير أخضر، ووعدها بقوة استثنائية للطفلة. ومع ذلك تسبب الإكسير في وفاة والدتها أثناء الولادة، تاركاً لإلفابا جلداً زمردياً فريداً. تجنب كل سكان أوز إلفابا، ولم يتمكن أحد من قبول بشرتها الخضراء المميزة. والأسوأ من ذلك أنها عانت من حساسية تجاه الماء، مجرد لمسها من شأنه أن يسبب لها الذوبان. مر الوقت وعاشت إلفابا في عزلة دون أي أصدقاء. كانت راحتها الوحيدة هي قدرتها على استخدام السحر، على الأرجح بسبب ذلك الإكسير الأخضر. درست إلفابا ليلاً ونهاراً للحصول على القبول في جامعة تشيز،
المدرسة المرموقة للساحرات في أوز. وجاءت تلك اللحظة أخيراً. كانت الساحرة الشابة مصممة على أن تصبح الطالبة الأولى. بعد التخرج كانت تأمل أن تصبح مساعدة للساحر العظيم أوز، وهو المنصب الذي تطمح إليه كل ساحرة. بعد ذلك يمكنها أن تطلب منه رفع لعنتها الخضراء والحصول أخيراً على القبول من الجميع. أوه، انظروا إلى الطريق. كانت هذه جليندا ساحرة جميلة ومشهورة من الشمال بخلفيتها النبيلة وسمعتها بكونها ساحرة ولطيفة. بدأ أن جليندا هي عكس إلفابا. ربما لهذا السبب لم يتفقوا في البداية. اعتقدت إلفابا أن جليندا كانت غير صادقة، بينما اعتقدت جليندا أن إلفابا كانت غير كفؤة، مما أثار استيائهم أنهم كانوا زملاء في الغرفة. ليس لك الحق في تجاوز هذا الخط. من يهتم؟ في الأيام التي تلت ذلك أصبحت جليندا مشهورة بسهولة بين الطلاب، بينما قضت إلفابا معظم وقتها بمفردها. ركزت على أهدافها وعرضت مواهبها غير العادية. عزيزي المعلم، من الآن فصاعدا دعونا نتبع هذا المسار الأصفر للوصول إلى مدينة الزمرد. أحسنت يا إلفابا، استمري في التفوق وبعد التخرج ستصبح مساعدة أوز. هاي إلفابا، هل اخترت زيا لحفلة المساء؟ ليس بعد. هاكي، هذه القبعة أنيقة جداً، ستلفت انتباه العديد من الأولاد الوسيمين. كما كان متوقعاً، في الحفلة ضحك الجميع على إلفابا ولم يرغب أحد في الرقص معها. حمقاء، ارتديت القبعة القبيحة بالفعل؟ مهلاً، انتبهي. وللمثير للدهشة أن جليندا أدركت مدى طيبة قلب إلفابا، ربما كان مزحها قد ذهب أبعد من ذلك. اعتذرت جليندا ودعتها للرقص. ومنذ ذلك الحين تطورت صداقة عميقة. كما تعلمين كان علي أن أعمل بجد للتغلب على ظل عائلتي. كان علي دائما أن أكون مثالية في نظر والدي، وإلا فسيتم اعتباري غير مناسبة. وأنا معجبة بك حقا يا إلفابا، لقد كنت تسعي جاهدة دون دعم من أي أحد. لقد كنت أسعى جاهدة بشكل رئيسي للحصول على القبول من الآخرين. على مر السنين في تشيلز أصبحت صداقتهم أقوى. درسوا معاً، تفوقوا معاً، ودعموا بعضهم البعض. ولكن في يوم التخرج ذهب المنصب المرغوب فيه كمساعد الساحر إلى إلفابا. تهانينا، أنت تستحقين ذلك حقاً. لم تستطع جليندا إلا أن تشعر بخيبة أمل في نفسها. لقد عملت بجد أيضاً. ما رأيك أن نزور مدينة الزمرد معاً؟ بعد يوم بهيج في مدينة الزمرد انطلقت إلفابا وجليندا بحماس للقاء الساحر أوز. كانت جهود إلفابا تؤدي إلى هذه اللحظة. أتساءل من هو الساحر؟ لكن الساحر لم يكن كما تخيلته إلفابا وجليندا. لماذا أحضرت الأخرى؟ غادري. إذن أنت أفضل طالبة من شيز. حسناً، سأعطيك اختباراً. أعطي هذا القرد أجنحة. أحسنت أيتها الشابة، الآن افعل الشيء نفسه مع هذه القرود. سيكونون توابعاً ممتازين بالنسبة لي. بدأت إلفابا تشك في وجود خطأ ما. أنت لست ساحراً حقيقياً، أنت مجرد محتال. هذه الاختراعات جعلت الناس يعتقدون أن أوز يمتلك السحر وعبدوه، كما قاموا أيضاً باستقبال الطلاب المتفوقين من شيز كمساعدين.
ووعدهم بتعليمهم السحر المتقدم. في الواقع كان يستخدم سحرهم في أعمال شريرة ويحولهم إلى قردة طائشة لإخفاء الأدلة. لن أدعك تفلت من هذا. يا حراس، اذهبوا واحضروها. استمرت الأمور في الحدوث لمدة أسبوع، ولكن لم يتم العثور على إلفابا في أي مكان. لحماية سره، ألقى الساحر باللوم على إلفابا في هذه الفوضى، واتهمها بمحاولة السيطرة على العالم. انتشرت شائعات عن الساحرة الغربية الشريرة. إلفابا خائنة؟ مستحيل! واجهت غليندا أوز، وتعهدت بالانضمام إلى جانبه لكشف الحقيقة. نعم، ساحرة الشمال الطيبة. خلال هذا الوقت وصلت دوروثي، الفتاة التي اجتاحها إعصار أوز. اتبعت المسار الأصفر لرؤية أوز والعودة إلى المنزل، ومع ذلك لن يساعد أوز دوروثي إلا إذا هزمت إلفابا. اتبعت غليندا ودوروثي خطى أوز للعثور على إلفابا. تذكري، إلفابا لديها حساسية من الماء. رشت الفتاة الصغيرة الماء عليها، مما أدى إلى ذوبان إلفابا. في وقت لاحق عادت الفتاة إلى أوز للإبلاغ، ولكن بالطبع لم يتمكن أوز من مساعدة دوروثي في العودة إلى المنزل، لأنه كان مجرد مزيف. لا تقلقي، يمكنك العودة إلى المنزل من خلال النقر على كعبيك معا. شكرا جزيلا. في النهاية احتفل سكان أوز برحيل إلفابا دون أن يدركوا أن كل شيء كان جزءا من خطة إلفابا وغليندا. أنت ما زلت حية؟ غبي، هل اعتقدت حقا أني سأخون إلفابا بهذه السهولة؟ بعد الهروب من أوز، كانت المحطة الأولى لإلفابا هي غليندا، وقد نالت ثقة صادقة من صديقتها. تظاهرت غليندا بالوقوف إلى جانب أوز لجمع المعلومات. توصلت إلى خطة لإخفاء إلفابا من خلال خلق وهم الماء. قامت إلفابا بعملية ذوبان بارعة. في خضم احتفال أوز، دخلت إلفابا سراً إلى مكتبه وكشفت الأدلة. خدع الجميع لفترة طويلة. هذا هو اختراعه الذي يحول الناس إلى قردة. أليست هذا الطالب المفقود من جامعة شيز؟ واتحد الحشد في مقاطعة أوز وحملوه مسؤولية أفعاله. تلقت إلفابا خالص الاعتذارات. دعونا لا نتسرع في الحكم على الآخرين بناء على إشاعات كاذبة. ومنذ ذلك الحين لم يمارس أحد التمييز ضد إلفابا. عاشت بسعادة مع غليندا وقامت بحماية مواطني أوز بشكل فعال.